تزينت اليوم سنزل الستار على واحد من أقوى الاستفتاءات في تاريخ الكرة العربية. ليش؟ لأن اللي شارك فيه حوالي مليون متصفح لموقعنا عبر الإنترنت mbc.net/صدى. صوتوا هالمليون لمن يرونه أفضل لاعب عربي لعام 2009 وسط منافسة حادة من البداية كانت بين الجزائري عنتر يحيى والمصري محمد أبو تريكة. النتيجة نعلنها الآن، عنتر يحيى أفضل لاعب عربي بدون منازع، والتقرير التالي مع بنت الجزائر راضية صلاح. هو من قال أنا عنتر الجزائري ولست بخام الألماني. هو من تحدث بحماسة عن بلده الجزائر ودافع عن ألوانها بشراسة. هو من أهدى الجزائريين هدف التأهل إلى المونديال الغالي، وهو بكل بساطة مدافع. عنتر يحيى أو عنتر زمانو، ابن 27 ربيعا، من مواليد مولوزة الفرنسية، من عائلة جزائرية أصلها من مدينة سدراتا بولاية سوق أهراس أو سوق الأسود. عنتر استبسل في الدفاع عن العرين الجزائري مثلما فعل جده شهيد الثورة الجزائرية، وبالرغم من عيشه فترة قصيرة بالجزائر إلا أن قلبه الصغير حمل الكثير من الحب للوطن. في سن 14 انضم عنتر إلى المدرسة الداخلية لنادي سوشو الفرنسي، وتواصلت قصته مع المستديرة إلى غاية احترافه مع نادي باستيا بعد تجربة لم تكن بالناجحة في ميلان الإيطالي دامت موسما واحدا وفقط. مدافع الصنديد باستيا متوجها إلى نيس، حيث شارك مع النادي في الكثير من المباريات حتى مجيء المدرب فريدريك أنتونيتي، والذي قرر إبقاءه في كرسي الاحتياط ما دفعه للمغادرة من جديد لتكون وجهته التالية خارج الحدود الفرنسية على سبيل الإعارة لنادي بوخوم. لكنه أصبح مهما وأساسيا، ما جعل النادي الألماني يحتفظ به ولا زال إلى يومنا هذا ليس كلاعب فحسب، بل كقائد للفريق. عنتر يحيى والمنتخب الجزائري رحلة بدأت شتاء 2004، أحس فيها اللاعب بانتمائه الكبير لمحاربي الصحراء ليكون واحدا من نجوم الخضرة في كل المقاييس. 39 مباراة مهمة في حياة عنتر مع المنتخب، لكن أغلاها في تاريخ اللاعب تلك التي أدخلت الجزائر إلى تاريخ المونديال مرة أخرى بهدف مدافع اسمه عنتر. تكلمنا عن نجمنا اليوم في مقدمة طويلة، ولعل هذه السطور البسيطة تكفي لتجعل عنتر أفضل لاعب عربي لعام 2009 حسب استفتاء صدى الملاعب. نعم، وبكل قوة عنتر الأفضل بنصف الأصوات تقريبا، متقدما على أسماء كبيرة في كرة القدم وعلى رأسهم المصري محمد أبو تريكة الذي حل ثانيا، والجزائري رفيق صيفي في المركز الثالث. ونحن في صدى الملاعب تمنينا لو كنت معنا لنشاركك الفرحة. ألف مبروك عنتر، ألف مبروك ابن سدراتة مسقط رأس والدي كذلك، وألف مبروك ابن الجزائر بكل بساطة. راضية صلاح، صدى الملاعب. ومن قال لك يا راضية أن عنتر ليس معنا؟ معي عبر الهاتف من مدينة بلفور الفرنسية النجم الجزائري الكبير، عنتر الكرة الجزائرية، عنتر يحيى أفضل لاعب عربي لعام 2009. بنقول لك ألف مليون تريليون جزائر اليوم مبروك يا عنتر. يبارك فيكم. أنت ألو؟ ألو، معك كابتن، أنا مصطفى الأغا من صدى الملاعب. كابتن عنتر يحيى، السلام عليكم. وعليك السلام. ألف مبروك تتويجك أفضل لاعب عربي حسب استثناء صدى الملاعب، مليون زائر، ماذا تشعر الآن يا عنتر؟ هذا شرف كبير لي. نعم، نشكر الشعب الجزائري والشعب العربي اللي شجعني في
في الموضوع هذا، وفرح فرح كبير لي وللعائلة تاعي. يعني فرح فرح كتير كويس ولا شلون؟ فرح كتير كويس. نحكي قصة هاي الكويس ولا ما نحكي يا عنتر؟ نحكيها قول كويس. اليوم عم بحكي معه قبل الهواء، فقال لي انا فرحي كويس كويس مثل ما بيقولوا اخواتنا في المصر في المصريين. انت هدفك على مصر الى اي مدى ترى هو سبب في تتويجك افضل لاعب عربي؟ نظن باللي هدف تاعي مع مصر كان مهم جدا في هذا الفوز كافضل لاعب عربي، باش نظن حتى التاريخ تاعي مع الفريق الوطني والتاريخ مع بوخوم والتاريخ تاعي في فرنسا هو اللي شجعني العام هذا باش نربح التيتر هذا. عنتر انت فرحان بزاف ولا فرحان شويه؟ لا الفرح فرح كبير، هذا افضل لاعب عربي ماهيش حاجه صغيره، وهذا فرح اللي يبين باللي الشعب الجزائري لمن تهدي العربي. لمن تهدي هذا الفوز؟ اول يعني شخص خطر على بالك تهدي هذا اللقب؟ يما وبابا هم اللي جوني في هم اللي جوني في عينياك وفي راسي في اي فوز. طيب عنتر، انت سالت انا شوي الحاج محمد ربراوه رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم، اشاد فيك وباخلاقك وقال لي ابن عائله ورجل محترم، انت الان ستكون في كاس افريقيا ان شاء الله وكاس العالم ان شاء الله، يعني جاهز نقول عبر صدى الملاعب للجمهور الجزائري والعربي عنتر يحيى سيذهب الى انغولا ان شاء الله؟ عنتر كان نذهب لانغولا مع الفريق الوطني، ونتمنى لينا وللشعب الجزائري وللشعب العربي اللي يشجع الفريق الوطني الجزائري نخدم مليح في كاس افريقيا ونفرحوا الشعب العربي المسلم كامل معنا. ماذا تقول للشعب الجزائري عبر صدى الملاعب؟ نجم نقول باللي الشعب الجزائري وحتى الشعب العربي اللي يشجع الفريق الوطني لازم يكمل معنا ويزيد يشجعنا هكا في كاس افريقيا وفي كاس العالم، باش الفرح يكون فرح تاع مش غير تاع دوله واحده، يكون فرح تاع شعب كامل، شعب عربي شعب مسلم ان شاء الله. هل تتوقع للجزائر ان تنافس على لقب افريقيا ولا صعبه شوي؟ نظن باللي كاس افريقيا يكون صعيب، على جال درك كان يكون فريق اخر كان فريقين ملاح نعم. بصح نظن باللي حتى درك المنتخب تاعنا الوطني عنده فرصه نعم. فرصه كبيره باش يخدم مليح في كاس افريقيا باذن الله. كابتن عنتر لسه في استفتاء ثاني لاوسم لاعب عربي، بتصور حتفوز فيه انت بعد؟ نظن اي حاجه اللي تجي لاعب كره شرف كبير، بصح ما كان شرف يجي اللاعب بلا خدمة تاع فريق كامل. صحيح صحيح. إذا ماذا تقول لزملائك لرفقاتك في الفريق؟ نقول نشكر زملائي كاملين، نشكرهم على بلا بهم ما نوصلش للبلاصة هذه. وأنت والحمد لله. وأنت راضية بتقول من حبك ياسر ياسر، هي بعد أنا ما دخلني. شكرا لك كابتن عنتر يحيى، أفضل لاعب عربي لعام 2009، سنسلمك الجائزة إن شاء الله في أنغولا بحفل إن شاء الله من خلال بعثة MBC اللي راح تتواجد هناك، وزميلتنا راضية صلاح راح تعمل اللقب مجسم كريستال خاص فيك عليه اسمك وعليه لقبك، وإن شاء الله إلى مزيد من الألقاب يا كابتن عنتر. شكرا لك.